تترقب ذيقار زيادة قواتها الأمنية بأفواج من وزارة الداخلية لرفض هذه القوات بما يمكنها من البدء بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات. قائد الشرطة كشف عن اهتمام الوزارة الكبير بمحافظة ذيقار من خلال دعم الجهد الأمني للانتخابات لتيسير العملية الانتخابية بحماية هذه المراكز من خلال الأطواق الثلاثة التي حددت لنا بالخطة الأمنية المفصلة، وأيضا بتأمين الطرق وتأمين المواد الحرجة للانتخابات إلى يوم العد والفرز وإعلان النتائج. حقيقة الاحتياج قليل جدا، وإن شاء الله ستأتي قوات إضافية إلى ذيقار من أجل تأمين الأطواق الثلاثة لحماية مراكز الاقتراع. أما مكتب المفوضية فقد أعلن استعداده التام للشروع بعملية الاقتراع بعدما كان متخوفا من الوضع الأمني، والذي شاطره في هذا الرأي مراقبون في وقت لم تسجل المحافظة أي ترويج أو نشاط انتخابي حتى اليوم. تسهيل وتسيير كل ما من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات نزيهة وكاملة. كل جهوزية مكتب انتخابات على أتم الاستعداد إن شاء الله، وخطواتنا واثقة نحو الانتخابات القادمة. يعني هو تكمن أغلب المخاوف من الناحية الأمنية، وبحضور إن شاء الله قادتنا الأمنيين تم علاجها ووضع الخطط لها لدراسة هذا الوضع ومعالجته. يعني ظروف محافظة ذيقار وكذلك المحافظات الجنوبية أيضا تتطلب خطط خاصة في هذا الجانب، على اعتبار أنه كثير ما شهدت من تداعيات الاحتجاجات طيلة السنوات الماضية، وكذلك جرت هناك بعض الاستهدافات. بين جاهزية القوات الأمنية ورهان القوى السياسية الرافضة للانتخابات، تبقى محافظة ذيقار الأرض الفاصلة لإجراء الانتخابات من عدمها بحسب مراقبين. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.